يا الله كريم <applause> السلام عليكم الاخ مراد اخ عمار ربي يبارك فيكم ان شاء الله ربي يحفظكم اخ رمزي السلام الأخ مزيان، أخ محمد، أخ فتحي، أيا ما شاء الله الأخ عمر، ربي يبارك فيك الأخ نتاع قسنطينة أخ سامي، أخ علي، ناس مليانة. أخ سليم. أخ محمد. المهم الإخوة والأخوات ما عارف أنا إذا كان يعني نفتح المجال هذا نتاع المشاركات ونتناقشوا مع بعضنا أخ عبد القادر أخ اللي ترمز الاسم نتاعك بديدين الله يبارك فيك الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بوبا مانيش عارف إذا كان نجاوب على يعني من خلال النقاش هذا هو انه يدخلوا فيه ناس يتليو بالاراء نتاعهم والا هو انه انا ندير مداخله وتسمعوا المداخله نتاعي فما بعد تعلقوا ما بليش كيفاش مانيش حاب نفرض روحي عليكم حتى باش ما مانيفيستاسيون على الفيسبوك ديروا احتجاجات لا لا وبعد سيروا تقولوا تشكون واطلعوا ديجاجو اطلعك الاخ مراد يا سيدي معليش هيا نطلع اوكي اصبر شو ها هيا ضرك ضرك الاخ عمار اصبر شويه برك السلام عليكم <applause> وعليكم السلام مرحبا بك الاخ مراد مرحبا بك استاذ ومبروك علينا لهذا الانتصار الاولي أيوة ما شاء الله تفضل تفضل الاخ مراد من راك تكلم فينا وتفضل في الأو... دائما مراد من المدية هذه ثالث مداخله معك المهم آه ما حبيت نبدا من مشهد الصوره اللي... كاين مداخلات بزاف و... أيوة تفضل الاخ مراد معليش ما ماشي مشكل يزيد فضلك نبدأ من المشهد اللي شفناه الان على القناه الجزائريه واللي تداولوا جميع القنوات العالميه واللي هو بوتفليقه في صحه جيده ويقدم استقالته الى رئيس المجلس الدستوري وبحضور عبد القادر بن صالح هذا اول مشهد يثبط من فرحتنا يعني خلي الفرحه تكون منقوصه لانه هذا معناه انه في يوم الغد او بعد الغد راح نلقاو على راس السلطه او هرم السلطه عبد القادر بن صالح وعبد القادر بن صالح هو من الشخصيات اللي شفناها طيلة 30 سنه واللي عندها ولاء تام للنظام البائد لذلك هذه الصوره انا نتمنى انه ابتداء من الغد تلغى كي نقولوا تلغى تلغى من طرف الشعب وتلغى من طرف المؤسسه اللي راهي الان تقوم بدور شئنا أم أبينا في ظاهره مع الشعب مؤسسة الجيش الوطني الشعبي أنا أتكلم على المؤسسة وليس على أشخاص لأن الصورة التي أعطيت اليوم عبد القادر بن صالح يحضر في الاستقالة التي يقدمها الرئيس هي صورة على أن النظام مستمر وأننا ذاهبون إلى مرحلة الانتقالية وفق المادة 102 وفقط يعني المادة السابعة أو المادة الثامنة لن ينظر إليها والماده 102 اجراءاتها معروفه وتتبعها الماده 104 يعني راح نروحوا بنفس الحكومه تاع بدوي وراح بهذا الطاقم البائس بفتح خويل الذي كان يسب الذات الالهيه وبراقصه الملاهي ومع حفظ الحريات الشخصيه لكل لكل شخص ولكن الان نحن نتكلم على مناصب على شخصيات عامه لما كانوا مواطنين عاديين لم نتكلم عليهم ولكن اليوم ركبوا على ظهر الحراك وتولوا مناصب من السلطه التي هي خرج الشعب ضدها فهم خرجوا الان من الشعب، خرجوا من تفكيرنا والان علينا ان نتكلم على نقاط واضحه من الان الى الجمعه مطالب الحراك نتمنى مطالب الحراك تكون محددة نقاط محددة أولا رفض عبد القادر بن صالح ثانيا رفض رئيس المجلس الدستوري طيب العيس ثالثا تشكيل أو تشكيل يعني للجنة أو هيئة رئاسية أو يسموها أو شخصية توافقيه لرئاسة الدولة والنظر في قانون الانتخابات. ونروح مباشرة ما نخلوش هذا الفراغ يطول نروحوا مباشرة إلى انتخابات سواء رئاسية أو برلمانية من أجل أن تكون عندنا هيئة تقدر تشرع لنا وتقدر تعطينا حصانة باش تحمينا الحراك إذا ما نح... ما درناش هذه المطالب من إلى يوم الجمعة وما قدرناش ننفذوها أو النظام تمادى وبقى بهذا ال... بهذا الشكل أنا أنظن رانا ندوروا في نفس الحركة ذهب بوتفليقة ولكن يبقى جروه مع حفظ الالقاب عبد القادر بن صالح يذهب عبد القادر بن صالح يبقى رئيس المجلس الدستوري وهي كلها اشخاص مغضوبه عليهم من طرف الحراك لا نريدهم لا نريدهم قلنا بنفس الشعار يتنحوا كاع كي نقولوا يتنحوا لا نريد اي شخص من السلطه الذي رافق السلطه طيله 20 سنه حتى القايد صالح لا نريده ولكن ليس الان لا نريد ضرب مؤسسه الجيش من خلال يعني ضرب القائد المؤسسه نتركه الان ما دام يعمل في عمل جيد ما دام الان راه مع الحراك مع مطالب الشعب نتركه يرافق الشعب يساعد الحراك عندما ينتهي الحراك وتلبى جميع المطالب القائد صالح سنقول له شكرا عفا الله عما سلف تستطيع الذهاب الى التقاعد وتلزم بيتك ولا دخل لك في في السياسه والامور الجزائريه اما انه المشهد اللي شفته سمع الان سمع في على حساب أنت يا ما مالا يروح يدير فيها قندوره يروح يجي فيها حجه ويجي في الدار ويدير سبحورية هذا يعني هذا هو مطلبنا لانه اذا اذا نقول هذا في حاله ما اذا رافق الحراك وساعد الحراك اما اذا تبين انه يلتف على مطالب الشعب فالشعب سيحمل صوره ويطالب ب اقالته او ازاحته او الانقلاب عليه لانه احنا نتكلم ما ناش حابين نضربوا مؤسسه الجيش ما ناش حابين كيما نقولوا بالعاميه نخربوا فيها اما اذا لب ما لباش المطالب فالشعب الجزائري يعرف طريقه ويعرف سبيله والوعي موجود وهو الان يعرف ما معنى ما معنى انه يتكلم مع قايد صالح لن نتكلم عليه الان <applause> نعم شكرا الاخ نتاع المديه نشوف ترى الاخ هذا علي موسى. المهم الاخوه اذا كان يهمكم الراي نتاعي ممكن هو ان ندلي بالراي نتاعي اذا كان تحبوا تتكلموا. مرحبا بك الاخ علي تفضل. سلام مساء الخير استاذ. مساء الخير واش راكم في تيزي وزو ولا والو؟ ما كاش حفله ما احنا مازال مازالت الحفله الحقيقيه. مازال مازال احنا هذا نعتبره كانس نقولوا كانتصار اولي بسقوط مثلا الرمز اللي كانت تخبى موراه العصابه المدنيه هذه آه... فيما يخص هذا القرار تاع الجيش آه... بصح كاين بزاف امور لازم من الناس تفهمها الماده 102 هذه غير صالحه في الوقت الحالي هذه كانت صالحه في الوقت اه يبدو هو نو جماعة نتاع البلاد راهم خدامين يو با, با 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 اللي يطلع يهبطوه يا خويا بصح انت قدر انتم تهبطوا الناس اللي راهم في الجزائر وانا كيفاش ديروا اللي حقا انا كيفاش ديروا معايا تغلقوا كونت نخرج لكم من واحد من ايه كيفاش ديروا المهم الإخوة والأخوات نحاول أن أنه ندير مداخلة هكذا ندير مداخلة آه مانيش الآن نقرأ في التعليقات باش تكونوا في الصورة فيما بعد إن شاء الله نعطيكم إن شاء الله الخط ونحاول إن شاء الله نستفادو من بعضنا البعض شوفوا الإخوة والأخوات أول شيء اللي لازمنا نتفقوا عليه هو أنه الجيش هو اللي جاب بوتفليقه هذه لازمكم تفهموها وبالتالي الان في 2019 راهو حديث الجيش اللي الان راهو ماسك الامور ما الذي تغير طيله هذه عشرين سنه ما الذي جعل الشعب الجزائري يخرج كان الاخ اللي منذ قليل يتحدث نتاع المديه قال لك بلي هذا عبد القادر بن صالح هو جرو من من الجران تاع واش اسمه هذا خطا عبد القادر بن صالح جابوه لما كان زروال باش تفهموا الامر جيدا جابوه لما كان زروال وحطوه على المجلس هذاك الاستشاري اللي داروه بعد ما الغاو الانتخابات التشريعيه باش تفهموا الامور كيفاش راه مخيطه هذا اللقاء الاخير هذا اللي كان بطلب من الجنرال توفيق والدعوه نتاع زروال ما جاش غير هكذاك برك هذو راهم عصابه راهم يحكموا وهذا المتمثلين في هذه الدوله العميقه عندهم الرجالات نتاعهم في القضاء في الاعلام راكم شفتوا الان الناس اللي راهم برا في الخارج مكلفين بمهمه وكان منهم اللي راهم قنوات فضائيه وكان كذا راكم الان كيف راهم يتعراو راكم تشوفوا في وقت سابق الكلام اللي كانوا يشوفوا فيه باللي راهو فتنه وبانه راهو يدعي للتقسيم الان نراه الكلام نتاعنا صار على لسان الالاف المؤلفه من الجزائريين بل حتى الملايين صاروا الناس يتكلموا فيه الان في هذه الايام كانوا في وقت من الاوقات سياسه يتحدثوا فيها غير الناس اللي الله غلب عليهم <applause> الان السياسه راها على لسان الاطفال في المساجد في المقاهي في العراس في الجنائز راها السياسه الان غير اللي ما لقاش بها وين الناس الكل تتحدث على السياسه الناس الكل تتحدث على واش راهو صاري في البلاد هم بوتفليقة هم جابوه هاي قلت الشروق هاي قلت النهار هاي قلت الجزائر نيوز هم هزوه هم خطفوه هم نشروا بيان هاو ظهر أرى الناس كل درك حكمها البوليتيك ما بقاش يعني خاص بمجموعة معينة المهم الإخوة والأخوات ما يتعلق درك بهذا الشيء اللي راه الآن حاصل بوتفليقة بدأت فيه حملة منذ زمان وبدا بها الجهاز تاع المخابرات باش تفهموا الامور جيدا القايد صالح كان واقف معاه كان واقف مع بوتفليقه بدا هذا الجهاز تاع المخابرات في اخراج بعض الملفات نتاع الفساد باش ما يجيوش الان دركا في 2019 وقال هاو القايد صالح راه يحارب في الفساد خرجوا ملفات نتاع الفساد من بينها ملف تاع الصنطراك نتاع الطريق السيار الى غير ذلك من الملفات كانوا بعض الارباب نتاع المال اللي هما ماشيين مع هذه الدوله العميقه بوتفليقه وبحكم الخبره نتاعو في الدبلوماسيه بحكم العلاقات نتاعو مع دول الخليج ومع الدول الكبرى من بينها فرنسا وامريكا وكذا هو استغللهم بعض الملفات ويعرف ايضا هذا راهو انسان سهل هو هذا الان قدروا له قدروا لانه راهو طايح مريض فقط هذا مكان لو كان راه مازال بالصحه نتاعو قاسما بالله يا هذا جاي صالح ربع ساعه ربع ساعه ما يقعدهاش وانا ما رانيش ندافع على بوتفليقه انا راني ضده في ألف وتسعة 1999 ماشي الان في 2019 لما عاد بالكروسه والله العظيم لو كان جاب الصحة نتاعو قسما بالله غا هذا قاي صالح والله ما يقعد ربع ساعة ان ياكلو راسو صار جنرالات كبار اللي كانوا هما ارباب نتاع الازمه العربي بالخير وتواتي والتوفيق والاخر 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 وراهو حطهم في وسمو بطبيعه الحال بدهاء وبإعانة من جهات أجنبية هو لو كان موقفش معاه جهات أجنبية ما يقدر لهمش لأنه هو كان يستعملهم في الملفات نتاع المأساة من بينها جرائم كبيرة من بينها القضية نتاع تبحرين قضية نتاع بوضياف إلى غير ذلك من المسائل فإذا هذا الجهاز نتاع المخابرات كان هو اللي وقف معاه في البداية نتاع 99 لأنه كانوا حابين يمنعوا شخصيات سياسية من الوصول للحكم ومن بينها احمد طالب الابراهيمي وولد حمروش هذو اللي كانوا خايفين منه مولود حمروش لانه يسال لهم حسيفه ركبوا لهم مؤامره في بدايه تاع التسعينات ويسال لهم حسيفه وبالتالي خايفين منه ومازالهم خايفين منه الى الان واحمد طالب الابراهيمي نفس الشيء عنده التوجه نتاعو هو يخدمهم هما في اثنين كيحمل الإبراهيمي ابراهيمي كيحمروش ولو انه راهو كاين فيه اختلافات ولا ولكن راه مقرب لبعضهم ما راه تسمى بنات كيما يقولوا عائله واحدة راهم ابناء جبهه التحرير الخط الاول تاع مهري ماشي تاع الزرناوت بن جبهه التحرير واعتقد راهو كاين فرق بين جبهه التحرير وجبهه التزمير وتبندير و... راكم تعرفوا الشروحات بدون ما نضل داخل في اللادي. في التفاصيل اذا درك هذا الجهاز تاع المخابرات هو وقف مع بوتفليقة في البداية تاع الحكم نتاعو لكن فيما بعد بوتفليقة من خلال الدهاء نتاعو من خلال التعامل نتاعو مع جهات يعني أجنبية ومن خلال هو نستعمل بعض الناس مثل ما قلت لكم أنا في تسجيلات سابقة وفي مداخلات مختلفة ما يقدرش هو يروح يجيب مهري ويحرشه هو على توفيق ويجيب لك عمر سعداني استعملوا هما شاكيب خليل خرجوا بعض الاموال خرجوها للخارج تحديدا امريكا خرجوا اموال لانه هذا باش باش كان يتربب بهذا توفيق كان يتربب بالاعلام كان يتربب بالاموال كان, ي... كان داير دولة داخل دولة نهار اللي مشاهد الخط هذا والحمد لله أتحدى هذا مش أتحدى أي جزائري في أي قناة فضائية تحدث في الموضوع نتاع الدولة العميقة حنا اللي تحدثنا عليها الإذاعة نتاع الوطني وتحدثنا على القضية نتاع المافيا وتحدثنا على القضية نتاع الزواف وشرحناهم وكثير من القضايا شرحناهم المهم درك هذه الدوله العميقه بدا يمشي هذاك المفهوم يعني كاين فيه شخصيات يتبعوا في الحوارات وفي النشاطات وكاين ناس اللي ما كانوش فاهمين هم القضيه هذه القضيه هذه بدات من خلال الحوارات يعني النهار اللي كنت انا ندير في حوارات مع شوشان وكنا نوجهوا في رسائل الضباط داخل الجيش على جال باش يفهموا باللي راهو كاين صراع ما لازمش هما يستغبيوهم بالوطنيه المغشوشه كنا نوجهوا في رسائل بدات الناس تفطن بدات الناس تفيق بدات الناس تعرف باللي راه المساله هي لا تتعلق بهذو الاسلاميين وكذا 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 وانما راه جماعة راه هما مخترقين الجيش وراه فيه عمليه اختراق واسعه وبدات الناس تفيق بدات الناس تفطن بدا الوعي هذا بدا يمشي وبدا يستمر درك كيما قلت لكم هذه المجموعه هما جابوا بوتفليقه لما بدا هو يخرج على الخط نتاعهم بدأوا هما يخرجوا في ملفات من بينها ملفات كانت تتعلق بسوناتراك والى غير ذلك فيما بعد هما وصلوا الى واحد الدرجه هو انه كانوا يواجهوا فيه هذا القيد صالح في البدايه جابوا التوفيق هو اللي جابوا هو اللي بروبوزاه خطر عليه درك انت رئيس جمهوريه لما هو يحب يعين ياخذ بالراي نتاع آه، صبرني شويه الاخوه نغلق هذا الباب نتاع انتعال... واش اسمه ضقنا ان نعاود ندخلك الاخ آه، الكريم آه، صبرني شويه لنا نكمل المداخله نتاعي وبعد ان شاء الله هن... نفتح لكم المجال تاع التعليقات وعلقوا على رواحكم قلت لكم اذا واسمه راحت لي ل... ل... الفكره المهم درك هذا واسمه بوتفليقه قلت لكم هو اني تفكرت لك الان عاود رجعت لي الفكره لما هو رئيس لما هو يجي يعين شخصيه معينه قال مثلا رئيس حكومه صف الى كان راه يعرف معرفه شخصيه ياخذ قال ملف فهمت قال لك مثلا وزراء عين واحد مع الباليش انا من ولا من الجلفه قال اعطيني ملف تاعو ملف شكون اللي يديرو جهاز المخابرات ملفات نتاع الناس شكون اللي يمتلك ملفات على الفساد جهاز تاع المخابرات ملفات الابتزاز شكون اللي يمتلكهم جهاز تاع المخابرات بالتالي درك هما كانوا في وقت من الاوقات كانوا هما عندهم القنوات الفضائيه كانت القناه الرسميه ما يقدرش ما يستعملوا مثل هذه الملفات درك لما جات الانترنت سهلت لهم الامور مستعملين بعض البيادق بدون ما نظل نذكر الاسماء نتاعهم يكفي فقط الاشاره برك مستعملين بيادق يخرجوا عن طريقهم بعض الملفات هكذا كانوا في وقت من الاوقات هما يسجلوا مكالمات يسجلوا فيديوهات يصوروا ناس في اوضاع مخله بالحياه يصوروهم في في لي يصوروهم في اماكن مختلفه حتى في الإطوالات داير لهم كاميرات تجسس مرات هو انه يبعثوا الواحد يلغموا له كاميرا ويسجلوا له المهم كذا عندهم هما ملفات تاع الناس ويخدمو هما فقط بالناس اللي موسخين ما يقدروش هما يروحوا لواحد هو انسان متكون وانسان مثقف وانسان ثميلا ويستعملوه يروحوا للناس اللي عندهم عليهم ملفات واحد متفرط متورط في الرشوه واحد في الضروب واحد متورط في الفساد الاخلاقي وكذا بوتفليقة هو ذا راه مش إنسان سهل راهو كان هو في الوزارة نتاع الخارجية ويعرف وزارة الخارجية عندها علاقة مباشرة بجهاز المخابرات بحكم العلاقات الدولية وكذا المهم هو يعرف الجهاز المخابرات ويعرفهم كيفاش يشتغلوا يعرفهم كيفاش يخدموا هو كان يستعمل في ناس هما يستعملوا في ناس من أجل المواجهة نتاعو في قنوات ما يقدرش هما يجيبوا القناة الرسمية يروحوا يخرجوا لك عن طريق قنوات فضائيه واحده اخرى قال مثلا مغاربيه قال فرانس كات قال يجي ويجوا عن طرق واسمو قنوات واحده اخرى ويحرشوا الناس وقال أطأكيه ها هو انا نعطيك ملفات والله ويلا جيبها عقبو هو في المقابل كان يعرفوا بعضهم ومره على مره يوجهوا رسائل لبعضهم عن طريق الصحافه عن طريق القنوات الفضائيه الى غير ذلك المهم لحقوا له هما لحقوا هم من بعد ما استعملوا له الملف نتاع خوه جاتو هذه الجلطه الدماغيه واللي يكون في علم الاخوه القضيه نتاع المرض تاع بوتفليقه هي لم تبدا في 2013 بدات في 2005 وخوه راهو منذ البدايه من 1999 هو معاه ماشي حاجه جديده والقايد صالح على باله وهذا واسمه سعيد بوتفليقه ماشي من الان راه مكتشفوه الجهاز تاع المخابرات على, على بالو قيادة تاع الاركان على بالها الشرطة على بالها المخابرات على بالهم كلهم على بالهم بتف... بتف... بالسعيد في السعيد بوت في كيفاش يروحوا يتلاقاو بالعكس هما يروحوا يجريوا ليه فهمت يا سعدك يا سعدك يا اللي قعدت مع سعيد بوتفليقة يا سعدك يا اللي شربت معاه قهوه خره ايس ثم تشوفوا كيما قلت لكم انا في تسجيلات مختلفه رئيس بلدية يروحوا له عن طريق نسيبته عن طريق بنت بنت عم جدة عن طريق بنت خالت خالت بنت بنت خالت خالت عم تعشيرته وتعرفوا العقلية في عند عند الجزائريين سعيد بوتفليقة راهو خر رئيس يا سعدك يا الإنسان اللي طارت لك مع سعيد بوتفليقة يروحوا يقعدوا معاه غيط قهوة وبرك المهم هو واختش دورها به دوروها بيه هما كانوا يحوسوا يحطوا بنفليس وكان العماري كان هو يدعم في بنفليس فيما بعد خرجت لهم دواس كما يقولوا كان هو عنده الى حد ما عنده قبول شعبي كانوا راكم شفتوا المسيرات شفتوا التجمعات الجماعه اللي كانوا يطبلوا البوتفليقه ما جاوش تكسلوا معنا حنا رانا كنا ضده في 99 مشي حتى نهار ولا بالكروسة ولكن حنا ماناش من النوع هذاك اللي يستشفى في الناس وهما هما يحتضروا ماناش من النوع هذاك حنا عندنا النيف نتاع الرجال لما نعرضوا الناس نعرضوهم لما يكونوا بالصحه نتاعهم ماشي نهار طيح بهم فهمتوا باش تكون الامور واضحه هما لما شافوه بدا يتغول عليهم وهما لما راح العماري راح ركن من اركان نتاع هذا الدولة العميقة الدولة المجرمة اللي هي فقرة الشعب الجزائري اللي هي قتلت الألاف المؤلفة من الشعب الجزائري اللي هي دمرت الأخلاق دمرت المسجد دمرت التربية دمرت السياحة دمرت الفلاحة دمرت الرياضة دمرت الجزائر باختصار وعطلتها لكن تشوفوا صاروا الجزائريين يروحوا يديروا عملية جراحية في تونس اسم محمد ايه جزائريين عادوا يروحوا يديروا عملية جراحية في تونس يديروا عملية جراحية في تركيا والأموال تاع الشعب تذهب يمينا وشمالا ومن بعد يحاربوا الفساد هما يحاربوا الفساد باش عندهم هما الأجهزة عندهم هما الجهاز تاعهم هذا كيما قلت لكم أنا عندهم الملفات من خلال التحقيقات ومن خلال الكذا وعندهم الدواصه هما اللي عندهم الملفات ولكن هما اللي خلقوا الفساد شكون اللي خلق هذا ربراب هذا شكون اللي خلق شكون اللي خلق هذا حداد وطحكوت و... وكثيرين يعني دون هو انه يضل عدد الاسماء نتاعهم شكون اللي خلقهم شكون شكون اللي خلق هذا الرشوه شكون اللي خلق هذا تدمير تاع الاحزاب اختراق نتاعها صنع قيادات انقلبوا على جبل الله في المره الاولى من بعد زاد الحزب زادوا عليه كسروا حماس خلقوا فيها قدام قدها من وسمو نتاع الفيس كل مره خرجوا خرجوا جابهم بوتفليقه شكون اللي خلق القياده نتاع الفيس قياده الموازيه شكون اللي دارها شكون اللي خلقها شكون اللي طرطق الاحزاب شكون اللي انقلب على مهري راح ينظر كل شيء تحصلوا فيه في بوتفليقه راني ضد اليوم وغدوه ولكن انا راجل عندي النيف ما نظلمش الناس انسان موضوعي نمشي مع الحق راح ينوك تلصقوا كلش بوت في بوتفليقه انتم سبب الخراب تاع البلاد جهاز تاع المخابرات سبب الخراب بتاع الجزائر هو الجهاز المخابرات والجناح الاستئصالي فيه والجناح الزوافي تحديدا باش تكون الامور واضحه ما عندنا حتى مشكله مع القبائل خاوتنا هما دمنا ولحمنا لكن حنا رانا نتحدثوا على هذا الخونه وهذا الحركه اللي هما دمروا البلاد هما اللي كانوا متحكمين في سوناطراك هما اللي كانوا متحكمين في السياحه هما اللي كانوا متحكمين في المطارات هما اللي كانوا متحكمين في المفاتيح نتاع الدوله باختصار بداو هما اذا ياخذوا في اشواط كل مره يستعملوا كارت ضد بوتفليقة لما هو مرض فيما بعد ونقلوه لفرنسا لانه هو هذا خوه والمجموعة اللي, اللي كانوا معاه ما كانوش تيقين فيهم على بالهم باللي هما لو كان يعقبوه العين الناجحة بالسلامة بالعافية مركي في الحيط بالتالي هو خرج يروح الجهة مضمونة في فرنسا تعرفوا باللي راه كاين فيه صراعات ثاني كاين فيه تعارضوا تاع لاغوش ولا دروات وكل مره منين تغلب جهه الجهه القويه هي اللي راه عندها البوفور وهي اللي عندها كذا هو في تلك المرحله كانت عنده علاقات جيده مع شراك كانت عنده علاقات جيده مع فرنسا وهولندا كانت جات عنده علاقات جيده مع ساركوزي بالتالي هو كان يجي داوي ومتهني ما عنده حتى مشكلة ما عنده حتى مشكلة المشكلة وقتها خلقت خلقت غير مؤخرا مع ذاك رئيس الحكومة ذاك فالس هذاك ومن بعد ولا هو يدير في احتياطات الجماعة اللي معاه هو مباشرة لما هو جا لفرنسا في القضية اللي كنت فالدوغراس هذيك نتاع لما صارت له هذيك نتاع الجلطة الدماغية مباشرة شكون اللي دخلت؟ دخلت فرنسا وهي اللي حماتو لأنه هما في تلك المرحلة حركوا جماعة عن طريق القناة نتاع المغاربية ودرك الآن راهم ناس سيدي راهم يدافعوا على الجيش وراهم ما شاء الله ويدافع على القايد صالح وراهم فاهمين اللعبة وصاروا يديروا في الدروس للناس كان منهم رؤساء أحزاب قادر حتى نسميكم سفيان جيلالي نعيمة صالحي وغيرهم من الأشخاص كانوا يستعملوا فيهم عن طريق قناة المغاربية تسجيلات راها مازالها موجودة منشورة كانوا يحوسوا يستخدموا المادة اللي الآن راه يتحدثوا عليها كانوا يحوسوا يستخدموها في وقت سابق كانوا في تلك المرحلة يسميوها المادة 88 من الدستور تسجيلات ره موجودة راها موثقة حنا ما الهم نتاعنا بوتفليقة صحيح هو انه كنا نعرضوا فيه ولكن كنا نعارض النظام وما زلنا الى اليوم راهو راح بوتفليقة نحن نعارض النظام لا نعارض بوتفليقة في شخصيه فهمت اذا هما استعملوا عده اشياء من بينها ملفات ضد اشخاص معينين ومن بعد استعملوا هذه الماده نتاع الدستور وبداو يروجوا عن طريق قناه المغاربيه فيما بعد زادوا زادوا عاودوا في القضيه هذه نتاع اه من بعد هما لما استعملوا له هذه المواد من بعد فرنسا دخلت دخلت بشكل مباشر وراكم تعرفوا التصريحات نتاع فرانسوا هولاند من بعد هو لما رجع بدا عقابهم يعني خوه ولونتوراج تاعو لانه بوتفليقة انتهى يعني صحيا خلاص خوه والجماعه اللي معاه بداو عقابهم هذا طرطاق نحاوه طرطاق نحاوه من الجيش فيما بعد ولاو عطاولو منصب راهو تقدر تقول سيفيل طرطاق نحاوه هذا التوفيق لما هو نحاو طرطاق ما وقفش معاه هو واحد من الناس اللي كانوا يخدموا معاه ولعلكم راكم سمعتوه في هذه المداخلة او الاخرى اللي كتبها قال باللي واسمو طرطاق راه عنده وقت ما تلاقاش هو وياه على جد باش يبعد عليه الشبهه اذا هو لما عاود رجع المجموعه اللي معاه بداو عقابهم بداو ينقيو فيهم الجماعه اللي هما وقفوا ضده وبمساعده نتاع دول خطر كاين بعض من الناس يفهموا يعتقدوا من انه لما انت تنحي جنرال راها غير فقط مجرد نتاع ستيلو قال وخلاص نحيه وخلاص شنو ستيلو على بالك كاين بعض من الناس اللي مش فاهمين راهو درك قال مثلا جاي صالح مثال راهو جاي هو فرضا في البليده فرضا برك راهو هو قاعد في البليده باش تروح انت لزير او عباك ترك رايح في البيس ولا في المترو من تحت ولا وروح عقب طير ولا بالكوبتر وحط ثما يا وراه جيش قدامك يا وراه شرطه يا وراه درك اك تتحرك زوج مترات يعطيولك الحس بالتالي باش هو يلحق هو لثما زيرالدا اذا راه عنده الحرس الجمهوري راه داير بيه راه مخابرات او عندك نتا عطيل ولا او راه ماشي حاجه سهله بالتالي هو باش تنحي نتا جنرال ماشي حاجه سهله المهم استهدف مجموعه من الجنرالات تمت التنحيه نتاعهم من بعد هما واش زادو داروا عاودوا راهنوا على بن فليس في 2014 عاودوا راهنوا عليه ومن بعد زاد خرجت لهم الدواس، زاد هو مشى معاهم شكون اللي وقف معاه في 2014 وقف معاه القايد صالح وراكم شفتوه كيف راهو كان يمشي بالكروصه ماكانش حاجه جديده كان خوه والكل في الكل والقايد صالح على باله وهذيك الصور اللي كانوا يجيبو فيها والفيديوهات اللي كانوا يجيبو فيها فقط غير من اجل على جلبه شو ما يعطيو صوره للناس باللي راهو ا أه بوتفليقه ها ووقعوا بوتفليقه وبوتفليقة وداروا بوتفليقه واستقبلوا وبتفليقها وكذا ولكن خوه كان الكل في الكل والغايد صالح على باله والجهاز تاع المخابرات على بالهم كلهم على بالهم والدول اللي تعاملوا معها كلهم على بالهم والوفود اللي كانوا يروحوا هما ثم مع بوتفليقه كلهم كلهم بدون استثناء كلهم على بالهم باللي راهو خوه هو اللي راهو ثم ولكن خوه قلتها في تسجيلات مختلفه حتى باش ما يجيوش الناس قال لي يقطعوا في الكلام ويركبوا لك قلتها في تسجيلات مختلفه خوه ما يقدرش هو يدير اشياء يعني خاصه لما تكون كبيره بدون الاشراك نتاع الجيد صالح بدون حماية نتاعو والتغطيه نتاعو فيما بعد هما لما فوتوا هذيك الوسمو العهدة هذيك الرابعة واش كانوا يقولوا روحوا راجعوا يا هل تركش ما جابكم حاجة جديدة كش ما وعدكم بأشياء جديدة وش هو الشي اللي وعد واش هو الشي اللي وعدكم به في العهدة الرابعة مخلاف هو انه قال لكم ندير لكم الامن والاستقرار وندير لكم كذا واش هو اللي وعدكم به قال لكم ندير لكم الجزائر جنة مثلا واش قال لكم كانوا هما يحاولوا على جلب باش هما يبقاو مستمرين في الحكم مشاريع راه تخدم ويحوسوا هما انه يهيئوا الارضيه للخليفه وبداو الجماعه هذو بالذات اللي هما حاولوا في 2000 و 14 وحاولوا في 2004 مع واسمو مع الاخر واش اسمه علي بن فليس مقدروش بداو هما فيما بعد في بعد بعد هذه الفطره هذه بداو يوجدوا دركا بدات الناس تحرك للانتخابات الرئاسيه شكون جابوا هذا نكاز هذاك بديتوا تعرفوا دوك الدور تاعو ولا مازال بديتوا تفهموا الدور تاعو ولا مازال الجماعه اللي كنتوا تضربوا في السنيطره وكنتوا في من كان يهاجم كان يهاجم في الرجال تاع بوتفليقه من اجل خدمه هذه العصابه اللي هي كانت متسطره كان يهاجم في سلال كان يهاجم في سعيدانية مؤخرا حتى نشوف باللي خلاص السوق تقطع ومن بعد ولا بدا يهضر على الجنرالات ويهضر على القايد صالح حتى شوف السوق تقطع خلاص وبدا هو يتحرك راكم تشوفوا فيه داخل طالع هابط انا ممنوع من جوا السفر تاعي 18 سنة ما دخلتش للجزائر ممنوع من جواز السفر تاعي هو طالع هابط السوفيه المهم هما لما خلاص كانوا يحوسوا على جلب هما يديروا مرشحين هذه المجموعة نتاعو هما كانوا على بالهم بدون بوتفليقة الانتخابات رايحة والسلطة رايحة وعلى بالهم باللي يروح بوتفليقة يروحوا معاه على يعني بالهم بها وعلى بالهم بوتفليقة باللي راهو مريض ومنتهي يا يعني الجماعة نتاعو على بالهم بها ولكن كانوا هما زعما شغل يستغلوا في الرصيد هذا نتاع بوتفليقة قال هذا راهو كان مع ابو مدين وقال هذا راهو جاب السلم وقال هذا راهو نحى الجنرالات الكبار وقال 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 وقال, وقال, وقال وبالتالي هما كانوا يستعملوا فيه استعملوا فيه من اجل على جال باش يمروا ولكن كانوا متاكدين باللي لابد على جال باش هما يمدو السلطة يسلموها لجناح واحد آخر وبداو في القضية نتاع التأجيل ولعلكم تابعتو اللقاء هذاك اللي راهو تحدث ليه واسمو عبد الرزاق مقري من أنه راهو التقى مع سعيد بوتفليقة وبالتالي لما هما شافو بلي الناس تحركت خاطر الجماعة نتاع الدولة العميقة كانوا يخدمو وقال بلي ودي خلاص مكان لا تأجيل ولا انتخابات والو بداو هما يمجدوا في ناس من بينهم هذا الجنرال غديري وجدوه بداو يتحركوا تصريحات عن طريق بعض الصحف وعن طريق بعض القنوات الفضائيه وبداو يهيئوا في الراي العام فيما بعد دخل فيها مقرن أية العربي ودخلت فيها زبيدة السول وجماعة كثيرين اللي الان راهم مع الحركه الشعبي وراهم مع المطالب الشعبيه وكثيرين هذاك منهم هذاك وش اسمه برقعة والجماعة هذوك اللي كانوا هما شفتوا هذيك الجماعة نتاع 19 و كل جماعة الجماعة نتاع قاعدين هما يتحركوا من أجل على جلبش يمنعوا فقط الذهاب للعهدة الخامسة ويخليو لهم هما الارضيه على جلب باش هما يوصلوا هو راهو جاي من ورا الريدو راكم شفتوا راه فضحاته الرساله نتاع اليمين سروال فضحاته كان الناس كانوا دايرينو باللي خلاص راهو منتهي وما راهو يتحرك ولا هم يحزنون كان يخدم من وراء الستار ومازال اليوم الغدوه مازالو يخدم وماوش حبس هو وهذه الجماعه اللي راه معاه خطر على بالهم باللي لو كان يوصلوا رجال للسلطه من الاحرار ومن الشرفاء ومن النزهاء ومن ولادة الفميلة ومن النظاف ورايحين هما يوصلوا الملفات لخطر وش هو هما تشوفو مرات انه من بينهم اللي يتكلم يقول لك انا اي يلا لكن كراش عليا حاجه هما يجبدوا على الناس برك هما عندهم الملفات نتاع الناس فهمت عندهم ملفات نتاع الناس نتاع السرقه نتاع الابتزاز نتاع الشنطاج نتاع كذا والناس ما عندهاش ملفات عليهم لكن غدوة لما توصل الناس للسلطة تبدأ تطلع على الأرشيف تبدأ تطلع على الاعتقالات قالهم وتبدأ تطلع العملاء اللي كانوا يخدموا معهم وتبدأ تطلع البي دافيون على التيكي نتاع الريستورون نتاع السهرات نتاع كذا نتاع كذا خلاص بالتالي هما السلطان نهار اللي تطيح السلطه في يد الرجال من بعد ما يتعراو دونك هما ما لازمش يخليو السلطه عليك تمشي بداو اذا هما حركوا جماعه على جال باش هما يمنعوا العهده الخامسه هذه جماعه هذو نتاع بوتفليقة خلاوها هي الاخرى قلتها لكم في التسجيلات وحتى في الكتابات باللي راهم في اخر لحظه يعلنوا الترشح نتاعو وهذا هو اللي كان لما هما شافوا باللي عنو الترشح نتاعو تحركت الجماعه يلا بوتفليقة هي المروكي ما كانش العهده خامسه وبداو هما يحركوا في جماعه على مستوى الولايات من اجل فقط منع العهده الخامسه فاذا به خرجت من يديهم لما خرجت من يديهم وبدا يعمل الحراك الولايات ولاو درك واش يحوسوا يديروا يحوسوا هو انه يديروا ممثلين للحراك ممثلين للحراك ولعلكم تابعتوا هذه القصه هذه نتاع بالذات هذا برقعه هما اللي كانوا وراهم ومجموعه كان واحد لعبها مثقف واحد لعبها من الناشطين السياسيين واحد كذا هما كلهم جماعه مشمشية اللي دايرين بالتوفيق وتدعم فيهم قنوات فضائيه تدعم فيهم صحف تدعم فيهم كذا شفتو هاو انا يعني العبد الضعيف وما رانيش نزوخ ولا راني نتحدث يعني والله انا راني ما في الناس ولا فقط برك اليوم برك اليوم تصل بيا صحفي من تاع قناة المغاربية وطلب مني على جل باش نشارك معاهم في سهرة تاع اليوم ما جاوبتوش خطر علاه طيلة هذه السنوات ما يعرفوش نور الدين خباب هذا انسان مجهول شكون يعرفوا هذا والان حبينا على جل باش انا نروح نتكلم معاهم انا مانيش مشتاق كلام انا راني نور في الناس ومحتوم على جل باش نتكلم ماشي مشتاق هضره محتوم لانه ما لقيتش الناس اللي راهم فعلا راهم يقوموا بالدور تاع التوعيه الحقيقيه والا والله ما نتكلم وراكم تشوفوا فيهم بعض الناس اللي كنتم حاسبينهم سياسيين راكم شفتوا الخرطين تاعهم بعض من الناس اللي راهم درك هما ماشيين مع القايد صالح بعض الناس اللي راهم هما ماشيين مع التوفيق وبعض من الناس اللي راهم هما يخدموا في القايد صالح بدون ما هو مكلفهم بعض الناس اللي راهم يخدموا فيه توفيق بلا ما هو مكلفهم إلى غير ذلك المهم درك هما هذ الناس هذو حركوا كما قلت لكم انا مجموعات في ولايات مختلفه وحتى في الخارج وكانت تدعم فيهم الدول بلا شك وحبوا فقط هما انه يمنعوا العهده الخامسه ورايحين للانتخابات درك هذه الجماعه اللي هما في الرئاسه طبعا هما ثاني خايفين من الانتقام وشافوا وقدروا من خلال التقارير اللي توصلهم وقدروا والقايد صالح كان معاهم كان معاهم وكان مع هذوك الناس اللي هما تحركوا الحراك كان يقول بلي المغرر بهم تسجيلات راها مازالها موجوده والبيانات راها مازالها موجوده وانا قلت منذ البدايه قلت بلي الحراك راه مخترق الان راكم شفتوا التوفيق باش يكون الكلام تاعنا باللي راهو مبني على معلومات مش غير هكذاك برك وتحدث في التسجيل قلت لكم باللي راهو القايد صالح اقالوه قلت لكم وقلت لكم باللي راهو التقى هذا ال اسمه زروال مع توفيق وراهو رفض في اخر المطاف قلت لكم الان راكم تقراو في الرساله نتاع زروال صح ولا راني غلط وراه هو ياكد لكم باللي راه هو ما قبلش بالطبخه نتاعهم لانه هاد الجماعه بعد ما داروا التاجيل تاع الانتخابات وبدات تنفلت الامور من يديهم القايد صالح من خلال البيانات لما شاف هو باللي باللي راه راه رايح يمسهم الحراك الشعبي هو يقول لك باللي نضحي بهم خير من اللي نروحو كامل هما لما شافوه باللي راهو راح يضحي بهم نحاوه خرجوه للتقاعد لما هما خرجوه للتقاعد السيد يلا خرجوا كرونو هذه هي المساله ومن بعد هذا راه مش انسان سهل راهو قائد الاركان وكانو مخليينه لانه هما كانوا كانوا تسمى شغل ضامنينه خلاص 100% راهم معاه ما يدور معه اسمو كاين عندهم هو تاع الحرس الجمهوري وعنده الاخر اللي راهم هما محافظين العاصمه ودركو شرطة وكذا ومخلينه من بعد هو بدا يتحرك بدا يتحرك وقال خلاص صحيح وبدا يستعمل قناة الشروق كانت ماشية معاكم شفتوا هذا علي فوضيل هذا شفتوه بالصوت وبالصورة لما راح الوسم نتاع بوتفليقة كان واقف معاهم كانوا واقفين مع بوتفليقة وكلهم كي أنيس رحماني كي علي فوضيل كي الجماعة هذوك كلهم كلهم كانوا واقفين مع بوتفليقة غير لما شافوه باللي هو خلاص تأكدوا باللي طاحت به ثم ثم يلا يوقفوا مع المنتصر وقفوا هما دوك مع القايد صالح درك القايد صالح امامه فرصه تاريخيه القايد صالح انت راك واحد من العصابه انت واحد من العصابه انا يعني قلتها البارح هو اليوم مانيش من النوع اللي نفق مانيش من النوع اللي يركب الموجه انت واحد من العصابه كنت واقف معاهم وكنت تحمي فيهم انت اللي كنت تحمي في السعيد هذا الان دوك ظهرت لكم الاصابه في وقت سابق كان اللي يتكلم يقول الاصابه قال هذا راهو انسان راهو ينشر في الفتنه صرتوا دوك كلكم كلكم صرتوا تعودوا في الهضره صرتوا كلكم سياسيين كلكم محللين كلكم تفهموا كلكم على بالكم كل شيء واللي يجي دوك من الناس هذو اللي كانوا يتكلموا منذ سنوات انت شكون من تكون انت شكون إذن راك الان امام امر واقع الان درك هذه القضيه نتاع الحكومه والقضيه هذه نتاع الاستقاله هذه راهي هي الاخرى هما درك يحوسوا المجموعه هذو نتاع بوتفليقه يحوسوا على جلب باش هما يلقاو مخرج بعد ما شافوا بلي عشرين سنه ومن بعد اخرتها يا بوتفليقه يا المروكي ما كانش عهده خامسه وشافوا الناس شباب هذا اللي هما كانوا مجهلينه شباب كانوا مظلينه شباب كانوا غالقين عليه كل شيء فجأة الشباب برا هزلك نكاز على كتافه يمشي الناس هبلوا صاحبي او هذا بوتليقا اللي كان يخدمكم في الطرق وكان يديركم في الجامعات وكان وكان, وكان, وكان والو ما كان والو صار لك هذا رشيد نكاز اللي هو كان مترشح مع فرنسا ما قدم حتى حاجه للجزائر صار لك بطل مغوار ولا هما واش يحوسوا يحوسوا على جل باش هما يلقاو مخرج اللي هو غير يعني مهين البوتفليقه يحوسوا على جل باش يلقاو مخرج بداو هما يتصلوا بزروال راكم شفتوا المجموعات هذوك اللي كانوا يتحركون نتاع هذوك ما يسمى بالمشطوبين وكذا كان لما كانوا يروحوا الزروال جماعه الديراس انا لا اشك بانه فيه ناس راه عندهم مطالب مشروعه لا اشك باللي فيه ناس صافيين وراهم هما يعني الى حد ما يتمتعوا بالوطنيه ولكن كانوا ناس مكلفين بمهمه وحتى لاعبينهم مع القاضيين نتاع الشرق والغرب دون ما نضل دخل في التفاصيل غير فقط نذكر هذه الكلمة راكم تعرفوا بعضكم ورا عندي معلومات وموثقة مش غير نهضر هكذاك برك موثقة وما نحبش ندخل في صراعات المهم هما بداو يتحركوا مع زروال زروال لما راحوا ليه درك هذه من خلال وسمو نتاع هذا الجنرال توفيق كما قلت لكم هذا القايد صالح قلعوه نحاول نحاول القيد صالح هو من بعد هو يحوس على جال باش يلقى غطاء شعبي يلقى غطاء شعبي وخرج عليهم الطريق قال انا ما نعترفش انا بالوسمو نتاعكم وبدات القناه تاع شروق تخوض في بحمايه من القيد صالح تخوض في حرب نفسيه ومن بعد قال ها هو بوتفليقه راهو راهو في غيبوبه وراهو بالتنفس الاصطناعي وكذا هذه المجموعه واش داروا تاع خرجوا الحكومه وفيها الاسم نتاع القايد صالح وعلاش انا راني في التعليق الناس اللي راهم يتبعوا في المنشوره تاعي قلت لهم باللي في ديك 25 في, في ديك 24 ساعه والا راهو كلك بوبي خطر عليهم واش حبوا يديروا كاين بعض الناس اللي راهم ما من القضيه هذه انا درتها درتها كتابه نزيد نعاود ربما كاين بعض الاخوه ما فهموهاش نشرحها لهم هما لما خرجوا الاسم نتاعو باش هو لما يدير التكذيب قال السيد هذا دار انقلاب ايوا بعد يتعرى باسكو هو لما هما كانوا قال نحاوه ما يقدرش يعلنوها خطر يعلنوها في ظل هذا الحراك الشعبي اي خلات يزيدو يخدموه بالتالي درك هما خرجوا الاسم تاعو في الحكومه خطر على بالهم باللي راهو عنده قبول شعبي الى حد ما ما نقولش انا باللي 70 ولا 80 بالمئة ولكن عنده قبول شعبي قال 40 قال 50 بالمئة راهو عنده قبول شعبي الناس قال والله سيدي خلي هذا جاي صالح ليش تراه فاسد ليش تراه ودار واش دار المهم اذا كان راهو وقف من الشعب وراه حب هو ينفض هذا العصابه هذه خلي رانا واقفين معاه وصح كاين منكم اللي راهو يقولها صح صح ولا لا لا راكم موقفين معاه على هذا الاساس هما كانوا خايفين من ردة الفعل نتاع الشارع خاطر لما الشارع انت لما يحاصرهم الشارع راكم شفتوا في القضيه نتاع حداد برك لما يحاصرهم الشارع خلاص بالتالي هما كانوا يساسيو في العافيه خاطر جاي صالح راه معاه قوه مش شخص خاصه في هذا الوضع وين أنو الشعب برا كون في وقت سابق قاسم من بالله واحد ما يسمع به والله يبعثوا له جروب يهزوه ثم كيما ما واحد والله واحد ما يسمع به ها عبد الرزاق هذاك هزوه وحطوه في الحبس والله واحد ما يسمع به لكن هما درك في ظل هذا الحراك الشعبي هذا اللي راه موجود والمتزايد على مستوى 48 ولايه كانوا خايفين من ردة الفعل وردة الفعل العنيفة على خاطر باللي بالك راه قادر يصرم فيه انفلات في امني قاسم من بالله سلك ما يسلكها وبالتالي هما <applause> استعملوا هذه القضيه اللي هي حيله نتاع قضيه الانقلاب العسكري هو شمها شمها وبدا بدا بدا عرف باللي باللي راهو فخ كبير وباللي كذا بداو هما ثاني يخرجوا هذوك يخرجوا بيانات راكم شفتوهم اللي خرجوا من صدره واكدوا تع قضيه تاع اقاله تاع نتاع واش اسمو نتاع كاين منو كاين منو نحاوه وهو في المقابل خرجوا لهم هذاك البيان هذاك نتاع نتاع بيانات واحد اخرى وراهم كانوا هما يستعملوا في هذه نتاع الشروق بل... بانه باللي هذا بوتفليقه راهو ميت يعني يعني غير ما قالوهاش برك راهو ميت وراهم ناس يسربيو في بعض من بعد هما كانوا خايفين من ردة الفعل نتاع الشارع لأنه شارع خلاص لهبوه يعني نقول لك يا يودي الناس ولات في القهاوي ولات في المساجد والخلاص الشعب كل ولا ولا سياسي يعني الأطفال الصغار وصاروا يهضروا السياسة خلاص من بعد الجماعة ما بها وين عرفوا باللي يقول لك خلاص البلاد راح تنفجر ولو في بوتفليقة في آخر المطاف خاصة بعد الرسالة نتاع زروال بعد رسالة نتاع الزروال بدات تتعرى الامور ظهر فيها ظهر فيها واسمو وسمو... واش سمو جينيرال توفيق خلاص تعرى تعرى جينيرال توفيق هذا اللي كان هو ما كان والو طططط عشان هو يهندس ويحاول يحط لك زروال وتوع الحرك الشعبي هم حطوا هذاك بورقعه وجابوا جماعه وهم تلاقاو في بوشاوي وفي كذا وفي كذا وبداو يحركوا فيهم ومجدينها على جال باش هما يستلموا يستلموا السلطه، وكما قلت لكم انا جماعه بوتفليقه كانوا يحوسوا على جال باش يلقاو مخرج، ولقاو باللي دركاكم تشوفوه هذا توفيق اللي كان يدير في التقارير بالناس، هذا المجرم اللي ساهم في قتل الالاف المؤلفه من الجزائريين، هذا المجرم اللي هو حطم البلاد باختصار، ما زالوا الان في 2019، ما زالوا يطمح غرق الشعب الجزائري. غارك وعلاش ما خدمتش الشعب الجزائري لما كنت في الحكم شكون اللي جاب بوتفليقه طلع لكم دوك بوتفليقه شيطان مريض شكون اللي جابه علاش ما خليتش احمد طلب الإبراهيمي يوصل للسلطه علاش ما خليتش حمروش يوصل للسلطه علاش دمرتو مهري علاش دمرتو شخصيات اخرى علي بن محمد علاش دمرتو شخصيات قتلتوهم الجزائر دمرتوها دمرتو الدعوه دمرتو المدرسه دمرتو الرياضه دمرتو الصحه دمرتو الجزائر الله يدمركم دمرتو الجزائر صار الاخ ما مع اخوه انا عندي خويا خويا ولد كان يخاف مني خويا ولد من 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 نميمه من 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 نتاعكم البلاد دمرتوها الاسره الاسره فلكتوها قاعدين ها في الفيسبوك وفي اليوتيوب قال هذا هو إرهابي وهذا هو دعم فيه الموساد وهذا هو كذا وكذا واحد لله ما خليتوه ترونكيل من التشويه تبلعيط ما خليتو حتى واحد الان راكم موجودين راكم تتبعوا راكم تكتبوا في التعليق ما خليتو حتى واحد ترونكيل من بعد يالله دوك يجيك يخرج لك في 2019 ما زالوا طامع ويحوس على السلطه وكانوا ناس يحوسوا على باش يترشح السي محمد هاد الجماعه لما شافوا باللي الرساله نتاع زروال خرجت وقال باللي زروال باللي انا راه مع الشعب يعني بشكل بشكل اخر وما حبش هو يربح العيد لا مع الجماعه نتاع الرئاسه ولا نتاع نتاع الاركان وفهم اللعبه قال ودي انا ماذا عجل باش تسلموا السلطه للشعب الجماعه خلاص تعروا وهذا الجنرال المجرم الشيطان تعرى بقات لهم القضيه الاخيره هي نتاع الاستقاله ولكن الاستقاله الان هي في نفسها فخ هي في نفسها فخ لماذا لانه الان حتى القايد صالح هو راهو كان يطالب باحترام الدستور وكذا وكذا راه هذوك بوتفليقة قالك بالسلامة بالعافية دركا قانونيا ودستوريا بالدستور تاعهم هما هذا واسمه بن صالح اللي حدثكم في بداية المداخلة وتكون باللي راهو نتاعهم تاع الدولة العميقة تاع جماعة التوفيق درك هو بالقانون نتاعهم هو القيد صالح هو واسمو هذا بن صالح راه رايح هو, هو يقود هذه المرحله نتاع تسعين يوم ويديروا انتخابات رئاسيه من بعد درك هما يعاودوا يخرجوا لكم اذا كان القايد صالح اذا كان كراك راجل واذا كان كشاوي حل راها فرصه تاريخيه امامك والشعب الجزائري ما لازمش تطلقوا يديكم قال درك أن جماعه راه تفرح وعلى وا تفرح بوتفليقه راهيه وبوتفليقه منتهي وش من استقالة دوك يديرها هو هذه استقالة دارها فخ لأنه هو خلاص تأكد باللي سفيني الجماعة درك هما حبوا باش بينو باللي راهو هذا القايد صالح راهو دار انقلاب عسكري دوك لما تشوف انت في الشروق ويقولوك باللي هذا درك راهو بوتفليقة راهو فاقد الوعي وراهو بالانابيب الاصطناعية اوكي وراهو دوك تسمع انت السايد بوتفليقه هذا هو اللي راهو يسني ومن بعد يطلع لك بوتفليقه راهو في الكروسه لا شك في ذلك راهو مريض لا شك في ذلك لكن راهو مازالو حي وراهو مازال نورمال واش تفهم انت تفهم باللي عسكري وهذا هما اللي راهم يروجوا وكاين بعض مانيش حاب نقول كلام مطايح راكم على بالي بكم بلي راكم تتبعوا فيا راكم تخدموا فيهم هذو الجماعة نتاع الترطير وانت التطهير وانت راكم تخدمو فيهم وعلى بالي منكم اللي راه يقول ايه رانا معاهم ورانا درنا انقلاب وايه ومن بعد تتحملوا المسؤولية نتاعكم تتحملوا المسؤولية نتاعكم طب روسكم هما راه محبين يقولوا بلي درك هذا القيد صالح راه دار انقلاب هذا هو اللي حابين يقولوه وهما درك استعملوا اخر حاجه اللي هي الاستقاله نتاع بوتفليقه راهم قالوا لك باللي هاو دار الاستقاله وان كان هو المرحله نتاعو راه انتهت على جال باش يسلموا السلطه لهذا بن صالح لذلك الاخوه انسوا هذه القضيه نتاع الجاي صالح لا شك من انه لا بد من الجيش هو انه ينحاز للشعب هذه رانا قلناها وقلت لكم انا في تسجيلات مختلفه لن يكون التغيير في الجزائر بدون انحياز الجيش للشعب راني يعني قلتها مكتوبه وبالصوت وبالصوره بالتالي درك ما لازمش تدخلوا في المواجهه مع الجيش لخطر كاينين الناس اللي هما راهم حابين يستدرجوا الجيش وقالها انقلاب ويلاه ونوضوها بيناتهم وكاينين الناس اللي راهم يدفعوا ليها بالغباء نتاعهم وبالحماقه نتاعهم ما لازمش تطيحوا فيها في نفس الوقت لابد هو ان يستمر هذا الحراك ما تثقلوش راني قلتها في تسجيلات مختلفه وسابقه ما تثقلوش على الشرطه وعلى الدرك وحتى ما تدخلوش في صراعات مع هذا الاحزاب وهذا الوسمو حاولوا هاد الناس اللي راهم درك هما تورطوا الى حد ما ما في الصفوف الاماميه وهذا الناس اللي راه عندهم توجه اسلامي راني قلتها راكم صرتو كارثه كارثه اذا كان مفطنتوش ما فطنتوش مانيش عارف انا كيفاه أراكم صرتو كارثه خليو خليو الصفوف الاماميه ما تقدموش ما تقدمش كل هي اللي خليو ناس اخرين يقدمو من الناس اللي هما مش محروقين من الناس اللي ما مم... وبركاو من هذاك التعنتير تاع تروح تهز علام نتاع دوله تروح تحرقها ومانيش عارف انا وتنحلو لغة دوله و... بركاو من التعنتير تاعكم مش الوقت نتاعو الجزائر مستهدفة فيه مخطط لاستدراج الجيش وإدخال الجزائر في حرب أهلية القايد صالح أمامك فرصة تاريخية والقيادة نتاع الجيش أمامكم فرصة تاريخية لابد وأن يكون هناك تلاحم بينكم وبين الشعب وتمشي الناس إلى قيادة جماعية الناس لازم تطالب بقيادة جماعية أختكم من هذه نتاع القايد صالح والدستور روح بنتب دستورك الناس راه تحوس على تغيير حقيقي قياده جماعيه فيما بعد تمشي الناس وحده وحده انا بعد ان شاء الله بين ايام ايام يعني ما يتعداش الامر بالك عشر ايام نكون خرجت له كتاب وراه فيه يعني شرح وافي الناس بطبيعه الحال اللي الامر الجزائر نحو جمهوريه جديده بين ايام ان شاء الله يخرج إذن ما تدخلوش في مواجهه مع الجيش حاولوا هو انه تركزوا على هذه القضيه نتاع تغيير النظام وليس تغيير بوتفليقه ولا الجيد صالح الجيد صالح ما هو الا شخص احنا اللي همنا هو القياده نتاع الجيش اللي همنا هو الوحده نتاع الجيش المؤسسه نتاع الجيش هذه القياده الفاسده فلتذهب الى مزبله التاريخ ولكن فرصه امامكم على الاقل باش تطهروا النجس لانكم توردتوا مع هذه العصابة كنتوا تحميو فيها فرصه تاريخيه امامكم على جال باش تخرجوا ويسجلكم التاريخ ويبقى هذا التلاحم الشعبي ما تدخلوش في صراعات وفي نفس الوقت تكونوا حذرين من هذه الدوله العميقه هي راها مخترقه هذا الحراك في الداخل وفي الخارج في الخارج بشكل اكثر لكن في الداخل راها مخترقه هذه الحراك وحذروا من هذه الشخصيات هذا بن بيتور راه واحد منهم ما لازمش يغركم بالعقاله نتاعو هذا راهو ثعبان راه واحد منهم كان معاهم طيله التسعينات هو معاهم خدم مع جنرال توفيق من اللي بدنا لحتى نخرج خدم مع العربي بالخير خدم مع ويحيى خدم مع خدم معاهم الكل خدم مع الرضا مالك خدم معاهم الكل الكل خدم معاهم مع زروال خدم الفطره هذيك نتاع المجاز كان معاهم كان يسير لهم هو ومن بعد دوك الجمعة الجماعه ممثل الحراك انا واحد عندي 18 سنه انا برا هذا واحد من الناس اللي نهار داروا الحراك نتاع الوفاء والعدل هو واحد من الناس كان رئيس حكومه في تلك المرحله منعنا من النشاط السياسي كي هو كي هذا بن فليس وين كنتو ما كنتوش مع بوتفليقة ولا بوتفليقة في ذاك الوقت كان راجل ودوك من بعد ولا صار حاجة واحدة أخرى عرثوه مليح يا سيدي على الأقل ولكن ما تجيوش ما دوك تحوسو على التداول السلمي السلطة يا سيدي مارستو السلطة خليو ناس واحد كان رئيس كان مدير وكان وزير وكان رئيس حكومه خليو الناس سيدي لاش توصل نواب في البرلمان هاي واحد يخليوه يا سيدي يوصل لاش عضو في البلديه لاش, في البلدية. لاش رئيس لجنه نتاع حي حكم مع التداول السلمي على السلطه انتلفوا روحوا روحوا خليو خليو جيني راسي واحد اخرى تبان والله يا سيدي خليو الناس يبانو راه مع تداول السلمي السلطه وجايين ثما وقاعدين البارح كانوا كانوا يسمغوا دوك جايين شاركو شاركوا يا سيدي ما نقول حنا ما تشاركوش بصح خلي خلي شارك بالراي نتاعك شارك بالمشوره نتاعك ولكن ما تجيش انت يا صاحبي منين ما تروح جايين ثم وحابسين لا حول ولا قوه الا بالله المهم الاخوه إذن مساله هذه هما حابين يبينوا باللي راه انقلاب عسكري ولو انه في الشكل نتاعو راه هكذاك ولكن ما تعطيهمش الفرصه خليو هو انه يستمر هذا الحراك لانه لما هاد الناس تروح للديار تاعهم وما كانش الحراك واش معناتها معناتها باللي الناس راها راضيه باللي راهو فعلا انقلاب عسكري وخلاص معناتها راه الناس كانت دايرته تحت غطاء شعبي وبسلمه بالعافيه لازم يتواصل هذا الحراك ويتم كاين جماعه راهم يقولوا بلي انا ما تعرضش لقايد صالح يا طبل فهمت ماكش انت اللي تملي عليا انا واش نهضر طبل وضرب الزرنا وروح دير واش حبيت قايد صالح قايد صالح كان هو اللي كان يحمي في العصابه قايد صالح كان متورط معاهم في الدماء في التسعينات حابين نقتلوا لنا قايد صالح هذا نبي فرصه نتاعو على جال باش هو يغسل روحه فرصة نتاعو على جال باش يغسل روحه على جال باش ينظف روحه وعلى جال باش هو على الأقل يخلي موقف اللي ربما الناس تحسبولو ولكن ما تجوش تقلبوه لنا باللي راهو زعما مانيش عارف انا هو ولا الناس اللي معاه كلهم متورطين اذا كان فيه ناس شرفاء من الناس اللي درسوا في الجزائر من الشباب وراهم مع التغيير الحقيقي في الجزائر هذو على روسنا تحيولهم لهم صباح وعشيه بس هذا هذا الوجوه هذه واحد ما يجي يقنعني به انايا هذه كلمه نتاعي باختصار المهم الاخوه اتمنى هو ان افدتكم بهذه المداخله أه إذا كان فيكم ناس يحبوا يديروا مداخلات والله أه نغلق هذا البث المباشر حتى باش ما نثقلش على الإخوة لأنه من بعد نحمله ما نثقلش على الإخوة نعاود ندير التعليقات إذا كان فيه إخوة المهم الإخوة شوفوا نغلق هذا البث المباشر إذا كان فيه إخوة يحبوا يعلقوا على الكلام تاعي أو ربما كان بعض الأشياء هكذا اللي ما فهموهاش آه، الان آه، نفتح لكم الخط هذا ومن بعد ان شاء الله كما الناس يحبوا يديروا مداخلات والله نعاود نجاوب على التساؤلات تاعكم تحياتي لكم من بعد ان شاء الله